الهايفو. الهايفو كجهاز لشد الوجه بدون جراحه ونتائجه زي ما انت قلتي صحيه جدا وبتقعد فتره بس على بتظهر. طيب انا عايزه نتيجه، انا واحده عايزه تيجي نتيجه فوريه بعد اسبوع، عندها فرع، عندها مناسبه، وعايزه تعمل شد لوشها بطريقه فوريه، ايه المتاح؟ المتاح انها تعمل مثلا حاجه زي الفيلر، لان الفيلر ما نتائجه على طول. بس في ناس ما اقدرش اعمل لهم فيلر والله يا دكتور، لانه عندهم شويه ترهل جامد، فهفضل ووشهم كبير، هتصرف ازاي فيه؟ انت مش عايز تاد فوليوم ليها بالظبط. هي عندها ايه؟ عندها حجم، هي وشها عندها مليان حجم اصلا. فاذا عايزه نتيجه فوريه لازم نصبر شويه. لو عملنا خيط، انا عايزه داون تايم اسبوعين في البيت. فمحدش يتخيل ان شد الوش ده، حتى لو عملت جراحه بتقعد شهر في البيت، ان وشك بيبقى مش طبعا وارم. طبعا.